أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نحاول من خلالها الإجابة على سؤال: ماذا بقي من حشد السبعين وما هي تداعياته؟ على ما يبدو فإن لا شيء بقي سوى آثار الخيبة لدى البعض ممن رأوا في هذا الحشد رفضاً لميليشيا الحوثي ودعماً للدولة الضائعة. يقول معارضو هذه الفكرة إنه من العبث انتظار حدوث مثل هذا من الأساس، في حين من المعلوم أن هذه الجماهير خرجت لتمجيد شخص الدكتاتور المخلوع الجناح الآخر لثورة المضادة والانقلاب ودعم جهوده ضمن تحالف الانقلاب وسوق الصفقات السياسية مع القوى الخارجية. لم ينتهي الجدل بعد، وإن تحول إلى نقطة أخرى ليست بعيدة تدور حول لماذا لا تزال تخرج هذه الجماهير مع الرئيس المخلوع، وهل يمكن التعويل عليها في الانحياز بعيدا عن خياراته في هذه اللحظة بعد أن ثبت أن الحشد لم يكن له علاقة بهمومها ولا تطلعاتها بل بشخصه. أظهرت فعالية حزب المؤتمر خلافاً حقيقياً ظهر المرة الأولى بهذا الشكل بين حليفي الانقلاب، وهو ما جعل فريقاً من المتابعين يقول أن هذا الخلاف يأتي على خلفية انحياز المؤتمر للجمهورية وسعياً الحزب لفك ارتباطه بميليشيا الحوثي، وإنه يجب على الشرعية التقاط هذه الإشارة وتوظيفها في صالح معركة اليمنيين من خلال دعم المؤتمر. ولكن حتى هذه ذهبت أدراج الرياح على منصة السبعين، بينما كان صاحب الحشد يؤكد أن هذا الحشد لدعم جبهات القتال وتعزيزا لتحالفه مع ميليشيا الحوثي في معركتها ضد اليمنيين. ماذا بقي من حشد المؤتمر وما علاقته بمعركة اليمنيين من أجل استعادة دولتهم؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا مع ضيفينا من تونس أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء الدكتور معنا دماج، ومن كوالالمبور الكاتب بشير عثمان. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأدعوكما للإجابة على السؤال المشترك: كيف تصف ما حدث يوم أمس في السبعين؟ ونحن نتحدث عن الحشد ودلالات هذا الحشد، والبداية معك أستاذ بشير. أستاذ أسوان مساء الخير لك ولضيفك الكريم صديقي معنا دمايك، وسعيد أيضا بتواجدي معكم وسعيد بهذا الحوار. أعتقد أنه من وجهة نظري الخاصة طبعا، وأنا طبعا أود أن أوضح أولا لست بصدد الدفاع عن مواقف المؤتمر الشعبي، لأنه ليس جزء من المؤتمر الشعبي العام ولكن جزء من النشاط الاجتماعي الذي حدث يوم أمس، وكنت أحد الذين هنأوا المؤتمر الشعبي وعيد تهنئتي للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة تأسيسه، وأتمنى لهم أيضا المواصلة على جهودهم باتجاه ما بدأوه يوم أمس، وهو فعالية سياسية واجتماعية هامة جدا للغاية بالتصوري. سوف أركز على مجموعة من النقاط لاحقا في ضوء الحديث، لكن في البداية أولا أهنئ المؤتمر الشعبي العام وأيضا أشكركم على تواجدي معكم. طبعا لما استوعب السؤال أو نعم هو السؤال التهنئة وصلت، لكنك لم تجب على السؤال، وهو كان يتحدث عن كيف تصف ما حدث يوم أمس، كيف تصف هذا الحشد الكبير للمؤتمر في السبعين؟ أعتقد أن يوم أمس حشد يتمتع بالصلابة السياسية في ميدان سبعين، وتحديدا في الصلابة السياسية داخل العاصمة صنعاء بعد انهيار الدولة أو سحقها من قبل الحوثيين، وهي عودة لم تكن متوقعة. أعتقد أننا أمام حشد اجتماعي وسياسي يمثل المؤتمر الشعبي العام، ويمثل حاجز كبير وأيضا حاجز مانعة سياسية لسيطرة الحوثيين المطلقة على العاصمة صنعاء أو على المناطق التي يسيطر عليها في شمال الشمال، وبالتالي نحن أمام لحظة تاريخية مهمة للغاية، وهذه اللحظة أعتقد أنها بدورها ستصنع أفق جديد للمستقبل وستطغى على كثير من الاحتمالات التي صنعتها الفترة الماضية أو كثير من
من التلقيحات التي كانت كثير من الاقلام قد اشارت لها الى انها خيارها مستقبلي او مستقر عليه الامور، وبالتالي الامور لن تسير وفق ما كنا نتوقعه، وانما هناك خيارات شعبيه يصيغها المؤتمر الشعبي العاصمة والمجتمع الاجتماعي في العاصمه صنعاء، ايضا المجتمع السياسي في العاصمه صنعاء وما حولها يصيغون معادله جديده، واعتقد ان هذه المعادله لا ترضي الحوثيين، وقد عبروا عنها برفض وممانعه ووجهوها بمنتهى الحده والعنف، ولكن فشلت كل اجراءاتهم في مواجهه هذا الحشد الكبير والضخم للمؤتمر الشعبي العام. نعم. اعتقد اننا امام معادله سياسيه جديده، واتمنى ان هذه المعادله ان تصاغ بشكل جيد في اذهاننا ويتم التعامل معها بشكل ايجابي. نعم. من قبل الاطراف الاخرى على المستوى الساحلي من نيات سياسيه. نعم بشير، اذا لا زلت تحتفظ برايك الذي ربما يعني تبنيته قبل هذا الحشد برغم ربما خيبه امل البعض من ما حدث يوم امس. تحول بالسؤال ذاته للاستاذ معن دماج، يعني كيف تنظر الى ما حدث يوم امس في السبعين؟ يعني كيف تقرا هذا الحشد وما هي دلالات ذلك الحضور؟ بالنسبه لما حدث البارحه في السبعين ينبغي التمييز بين مسألتين، بين هدف علي عبد الله صالح والذي أتصور أنه مع المؤتمر الشعبي العام كان يهدف إلى أمرين، من ناحية فصل قطاعات شعبية تنتمي لقاعدته الاجتماعية كانت قد التحقت وتوائمت مع الحركة الحوثية وإعادتها إلى حوزته، والأمر الآخر توجيه رسالة إلى القوى الإقليمية والدولية بأنه ما يزال الأقوى شعبيا على الأقل في المنطقة الشمالية التي تخضع لسيطرة تحالف الرجعي الحوثي الصالحي، وأنه من يملك الأمر ويمكن التفاهم معه، وفي هذا المستوى أنا أتصور أن ذلك قد حدث في مستويات كثيرة. المسألة الأخرى هي الأوهام، الأوهام التي علقها البعض على الحدث وعلى طبيعته وربطه بشعارات من قبيل الجمهورية والشعب، وهي مسائل لا علاقة لها على الإطلاق بما حدث وليس لها علاقة بطبيعة الصراع الموجود في البلد، هي مجرد الكلمات التي تساهم في تعمية الناس والشعب والمجتمع عن طبيعة الصراع وحقيقته، وهناك مجموعة الأوهام التي حولت تكريسها من خلال جهاز دعائي مرتبط بعلي عبد الله صالح أو ببعض القوى الإقليمية أو بالمؤتمر الشعبي العام، وحاول أن يضفي على الصراع شعارات ليستقطب فئات أخرى من خارج قاعدة علي عبد الله صالح من المحبطين واليائسين في الواقع من نتائج تطور الحركة الثورية في اليمن منذ فبراير 2011 ومن نتائج الصراع المسلح الذي دشنته الحركة الحوثية منذ سبتمبر 2014 ومن أداء الحكومة الشرعية وأداء التحالف، وفي الواقع جزء من هذا الجمهور قد تم استقطابه إلى معسكر علي عبد الله صالح، وإذا أردنا أن نفسر هذا الحشد الكبير في الواقع والذي لم كان يعجز عنه علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام في ذروة تمسكه بالسلطة أيام ثورة فبراير وقبلها وبعدها، السبب أن قطاعات من شعبية ثارت وساهمت في الثورة وانخرطت في النضال في الساحات الثورية المختلفة تحت مشاعر الإحباط واليأس والحنين إلى الاستقرار على كل علات الزمن الماضي، عادت والتحمت مرة أخرى بنظام علي عبد الله صالح وهو المسيطر في الواقع على آلية الدولة الأساسية في الإدارة وفي الإعلام، وهذه الفئات يعني عادت مرة أخرى لمساندة علي عبد الله صالح بفعل إحباطات حقيقية وموضوعية. لكن الغريب أستاذ معن ربما انضمام يعني فئات أخرى من خارج دائرة المخلوع لهذه الآلة الإعلامية التي روقت وسوقت هذا الحشد أو التحشيد على أنه يعني جهود من المخلوع صالح لاستعادة الجمهورية والديمقراطية والدولة كما أشرت يعني أنت، وهذا ربما يقودنا إلى السؤال إلى بشير،
أنت كنت أيضا واحد من هؤلاء، تحدثت عن إعلان مواجهة بين الإمامة وبين جماهير المخلوع الذي يعني ربما تحول في لحظة إلى منقذ للجمهورية مخلص الجماهير، على أي أساس بنيت هذه الفكرة بشير؟ أولا أنا ضد فكرة التقليل من المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وفعالية يوم أمس تحديدا، أيضا ضد المساواة بين أنصار المؤتمر الشعبي العام وصالح وبين الحوثية. أعتقد أنه هذا الطريق سلكناه جميعا منذ عامين، وأعتقد أن اكتشفنا يوم أمس أنه طريق خاطئ. أنا أتعاطف بشكل كبير مع الحشود التي شاهدتها أمس، حشود بالملايين، تعاطفت أيضا مع حشود أخرى موجودة في ساحات في 2011، تعاطفت أيضا مع حشود الحراك سواء قبل 2011 أو بعد 2011، وأعاطفت مع كل حشود يمنية تشارك في مطالب شعبية أو مطالب حقوقية أو مطالب سياسية، وأرى أنها دائما تعبر عن مزاج شعبي وأنها تعبر عن مزاج سياسي، وأيضا أحترم هذه المشاعر الشعبية، وهذا أيضا منظم وجزء من معتقدات الديمقراطية بأن هذه الجموع التي تخرج ليست مجرد جموع تخرج لمجرد الهتاف أو مجرد الاستعراض أو مجرد ما يمكن أن نصبغ عليها من صفات أخرى. أعتقد أن يوم أمس كان حشد كبير للغاية، كان حشد تعبير عن فقدان أمل بشرعية الرئيس هادي، كان تعبير عن انتعاض وانتظار طويل لتحرير صنعاء من ميليشيات تحتكر السلطة وتحتكر ممارسات وتحتكر أيضا مستقبل أهل مناطق معينة في شمال الشمال باعتبار أنها مناطق محررة لم تخطو إلى الأمام على الإطلاق. كل هذه الأمور أعتقد أنها تستحق التعاطف وتستحق التفكير بشكل مختلف عن فكرة الثنائية بين علي عبد الله صالح والثورة أو المزاج الثوري والذي يجب أن يستمر إلى الأبد. أعتقد أن هذا الخطاب خطاب لا مستقبل له، لا أفق له على الإطلاق، لا يمكن أن نستمر وأجري خطاب لا منطقي أو خطاب لا عقلاني يقودنا إلى 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 فقط أن نستمر بالتمترس خلف أو التمترس في مربعات لا يمكن أن ننطلق منها إلى تحقيق إنجازات على الأرض. أعتقد أن نعم، لكن أن الأمور نعم. أن الأمور التشخيص، لكن هذه الفعالية منذ البداية ما حدث يوم أمس. نعم أستاذ بشير، نعم. يعني الفعالية منذ البداية يعني كانت تتحدث عن احتفالية للمؤتمر الشعبي العام، وهي جاءت في الأساس تلبية لنداء المخلوع صالح، ولم تأتي يعني بشكل طوعي وعفوي بشكل جماهيري كما أشرت لمطالب ربما يعني من قبيلتي أشرت إليها، وحتى الشعارات التي رفعت، الصور التي رفعت، كلها تتحدث عن تلبية لهذا النداء وإعادة إنتاج هذه الوجوه إلى الساحة من جديد. فما هي المؤشرات التي جعلتك تعتقد بأن هذا الحشد هو حشد ضد الإمامة ولأجل الجمهورية ولأجل استعادة الدولة؟ ما هي المؤشرات التي جعلتك تبني هذه الفكرة؟ ربما أنت وقطاع كبير ربما من النخب اتفقت معك في ذلك. أعتقد أنه اولا واحده من الاسباب انه لا يمكن من الاسباب التي جعلتني اعتقد ان حشد يوم امس يقود نحن افق او مختلف عن ما هو سائد في صنعاء هو ان وجود قوه سياسيه واجتماعيه بهذا الحضور الفكري وتعبير عن المؤتمر الشعبي العام الذي دعا لمظاهره فكريه بالاساس، لانه هناك الان تسويه للساحه في صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيين لفرض ايديولوجيه معينه هي ايديولوجيه الحوثي، ولكن المؤتمر الشعبي رفض هذه الفكره. واعتقد ان المؤتمر الشعبي العام بتقديم نفسه كند للحوثي وايضا تموضعه في اطار مواجهه للمشروع الحوثي او المشروع السلالي للحوثي، اعتقد انه شيء ايجابي بحد ذاته. هناك للحوثي مشروع معين وهو يختلف عن مشروع المؤتمر الشعبي او مشروع صالح او فكره صالح عن ما يجب ان تكون عليه الامور في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. اعتقد ان امام افق جديد وامل جديد بان هناك قوى مناهضه للحوثي. طوال سنتين عمل الحوثي على 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 تطويع المنطقه وعلى تسويه الملعب السياسي في هذه المنطقه لخدمه ايديولوجيه معينه هي ايديولوجيتهم السلاليه وايديولوجيه ولي الامر، ولكن علي عبد الله صالح في لحظه معينه هي يوم توجد في يوم امس
أن هناك رفض لهذا المنطق ولهذا التوجه الحوثي. هناك نعم، فأين أين أين يعني اختلف معهم بشير؟ يعني تتحدث على الحوثي، واعتقد أن المخلوع صالح لم يتحدث لم يتحدث ولم يشير إلى أي من ما تقول، يعني هو بالعكس أكد على تحالفه مع الميليشيا الحوثية وعلى أنه مستمر في رفض وأنه سوف يستمر في رفض الجبهات القتال جنبا إلى جنب مع الإماميين. طيب سأعود إليك بشير، لكن دعنا في هذه النقطة نتحول. سأعود بشير، أعتقد أن الفعاليات يوم كانت موجهة ضد الحوثي أساسا، وأعتقد أن علي عبد الله صالح أو مشروعه واجه مقاومة شديدة من الحوثي، كان مؤشرات واضحة لصراع واضح جدا ومؤشرات واضحة أن هناك صراع بين الحوثي وعلي عبد الله صالح. هذه المؤشرات أو التحديات اللي واجهها يوم أمس أو فعالية يوم أمس، واضح أن هناك صراع بين الحوثي وعلي عبد الله صالح، وهذا مؤشر إيجابي وليس مؤثر كبير، وأعتقد أنه سيتصاعد في الأيام القادمة، وأعتقد أن هو بطبيعة الحال هناك فعلا نحن لا نتحدث عن مؤشرات الخلاف لأنها باتت واضحة على السطح، لكننا نتحدث عن أسباب ربما هذا الخلاف، هل هي أسباب فعلا تتعلق بمطالب الناس الحياتية اليومية وأيضا بتطلعاتهم نحو استعادة الدولة أم لا؟ أستاذ معن، يعني ما رأيك بهذا المنطق وبرأيك يعني ما هي مبررات ظهوره وتضعف هذه الفكرة خلال الفترة القليلة الماضية؟ أنا سأعلق في البداية على فكرة أن هنالك جزء من النخب والمثقفين والكتاب من خارج دائرة علي عبد الله صالح وأصبحوا مؤيدين له في الفترة الأخيرة. خارج دائرة علي عبد الله صالح في الواقع دوائر، بعضها حتى على يساره وبعضها على يمينه وبعضها متخلفة حتى على علي عبد الله صالح. وجزء كبير من الإحباط هو مش موجود فقط عند الفئات الشعبية، هو موجود أيضا عند هذه الفئات، وهي قد مستعدة في الواقع وتحن إلى مرحلة ما قبل 2011. في الواقع أغلب الفئات هذه تنتمي للطبقة الوسطى ومصالحها قد تضررت، وهي تعرف أنها في كل الأحوال تستطيع أن تعيش في ظل علي عبد الله صالح أو حتى الحوثيين أو سواهم. المسألة بالنسبة لها مسألة الثورة ليست مسألة حياة أو موت، هي مسألة فرص، وكثير من الناس التحقوا بالساحات لأنها رأوا فيها فرصة أكبر للبروز وللظهور وربما لتحقيق طموحاتهم، بعضها مشروع بالتأكيد. بالنسبة لطبيعة الخلاف بين علي عبد الله صالح والحوثيين، هو خلاف موجود وطبيعي وحقيقي. أستاذ معن، يعني الحديث الآن ليس عن طبيعة الخلاف لكن عن تصاعد فكرة بأن هذا الحشد أو التحشيد ربما يمثل يعني رافعة جديدة لاستعادة الدولة والجمهورية من خلال المخلوع صالح. ما رأيك بهذا المنطق ولماذا يعني ما هو السؤال دائما الماضية؟ السؤال دائما هو أي جمهورية وأي دولة؟ حتى الحوثيين دولة، وحتى دولة الملل دولة، وحتى دولة الاغتصاب والعدوان في إسرائيل دولة. الحديث الكثير في الإنشاء الصحفي والكتاب اليمني عن الدولة وأننا نريد دولة ونريد قانون وتطبيق القانون من دون الحديث عن طبيعة الدولة وطبيعة القوى والمصالح الاجتماعية التي تعبر عنها هذه الدولة وطبيعة القانون وطبيعة المصالح التي يعكسها، هو مجرد سوق الناس إلى حاجز الطغيان مرة أخرى بحجة أن الدولة خير من اللا دولة. هذا كلام غير صحيح. ثورة فبراير مثل الثورات العربية كسرت حواجز الخوف ودفعت الصراع ضد الدولة في الواقع، لأن الثورات هي بالأساس ثورات ضد الدول، وهذه الدول تعكس مصالح اجتماعية وطبقية معينة. يكفي أن نرى مثلا أين تقف كل البرجوازية التجارية، كل الأسر التجارية الكبيرة في اليمن، لنعرف أن ليس هنالك تقريبا عائلة تجارية واحدة في اليمن تقف مع الثورة، كلها تقف بهذا القدر أو ذاك وبشكل علني أو أقل علنية مع علي عبد الله صالح، لأنها تنتمي إلى نظامه ولأنه يعبر عن مصالح. المسألة ليست في هذه الأفكار، لا علاقة للصراع بفكرة الجمهورية ولا حتى بفكرة الشرعية والانقلاب. الصراع صراع اجتماعي وصراع ثورة وصراع ملايين اليمنيين الذين لا يجدون فرص عمل ولا يجدون إمكانية للتداوي ولا فرص للتعليم، ويعيشون في ظروف اجتماعية بائسة ويتعرضون للتمييز أيضا على أساس جهوي وعلى أساس مناطقي وعلى أساس طائفي، وزادها الحوثي يعني بشاعة بنزعته السلالية والرجعية التي تنتمي للعصور الوسطى. هناك صراع واختلاف بين علي عبد الله صالح والحوثي طبيعي، وعلي عبد الله صالح في البداية كان يعتقد أنه سوف يستخدم الحوثيين مجرد مخلب قط للانتقام والعودة بعدها إلى السلطة،
التدخل العسكري من قبل دول التحالف ربما أفسد هذا المخطط، وما يمتلكه الحوثيين من عمق اجتماعي ومن عصبية ومن حلف دولي ومن إمكانيات وتوفرت لهم عبر دولة الملالي الرجعية في إيران، وأيضا الحنين الذي انتاب بعض القطاعات الشعبية نتيجة فشل الدولة الوطنية ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر للأوضاع السابقة، سواء للإمامة أو للأنظمة السلطانية والقبل الوطنية اللي كانت موجودة في الجنوب، فئات شعبية، وهذا يكاد يكون قانون سيسيولوجي، عندما يفشل نظام معين يعتقد الناس أن العودة إلى الماضي ربما تكون حل. وطبعا بالنسبة للبعض أصبح الماضي هذا هو ما قبل 11 فبراير. علي عبد الله صالح لا علاقة له بكل هذه المشاريع، ولا يمكن أن يطرح أمرا جديدا. نعم، علي عبد الله صالح لا علاقة له بهذه المشاريع، لكن أيضا هل نستطيع القول بأن كل من روق له وسوق هذه الفعالية يعني وهي الأخيرة ربما هو بشكل أو بآخر ضمن دوائر المخلوع بشكل أو بآخر؟ حالات مختلفة في الواقع، هناك من هو أساسا مع المخلوع وأبتعد عنه لأنه أعتقد أنه سيسقط، وعندما لم يسقط كما يتوقع عاد إليه، وهناك من كان يؤدي مهام معينة في اختراق التنظيمات الاجتماعية والقبلية والسياسية والحزبية، وهناك من كان ينتمي فعلا إلى المعارضة الحقيقية ولكنه أحبط ودعر من العنف ومن همجية الحركة الحوثية، وأيضا من التلويح بالخطر الإرهابي كما يحدث، ومن أيضا التصدعات الاجتماعية ومن الحالة الإنسانية المرعبة التي خلفتها الحرب، وهناك يعني ناس عاديين ولكنهم يعبرون عن تذمرهم ويبحثون عن أمل بغض النظر عن كان جدي، حتى كان هذا الأمل يتصور في صورة كابوس وعلي عبد الله صالح. نعم، سنعود لهذا الجمهور. ينبغي أن يبدأ التحليل لا يمكن أن يبدأ من علي عبد الله صالح اليوم ولا من الحوثي اليوم، ينبغي أن يتم تحليل القوى الاجتماعية التي تقف خلفهم وتاريخهم الشخصي وفكرهم الأيديولوجي ونظريتهم الاجتماعية وخطابهم، وهذه المسائل هي الأساسية. أما أن نقف عندما كل يوم نبدأ التحليل من البداية وكل مرة نحصل على موقف وهذا قد قال كلمة مساواة وذاك قد قال كلمة جمهورية، في بمثل هذه اللغة تم الترويج حتى للحركة الحوثية، رأينا من اعتبر الحوثي هو نصير الفقراء وأنه ثورة مساواة لأنه تحدث عن الجرعة. نعم، وهناك من اعتبر المخلوع صالح بوعي الناس هو نوع من التزوير لا أقل. نعم، ولا أكثر. نعم، وهناك من اعتبر المخلوع صالح وهو صاحب مشروع توريث السلطة لأبنائه، يعني مشروع لا علاقة له بالجمهورية، ولذلك خرج شباب فبراير، إلى جانب طبعا فضلا عن كونه سلم الجمهورية برمتها إلى المشروع الإمامي. هناك من اعتبر هذا الشخص منقذا وجمهوريا حقيقيا ومنقذا أيضا للجمهورية، كيف يمكن أن يستقيم هذا المنطق بشير؟ أولا أنا أتفق مع دمك بكثير من النقاط، وأنا أنطلق من الدفاع عن حشد يوم أو حشد المجتمع الاجتماعي في صنعاء وما حولها في يوم أمس في ضوء الوقائع المادية التي حدثت خلال الفترة الماضية. لا أريد التطرق للسلبيات السيكولوجية التي يعاني منها البعض. أعتقد أن هذه المشكلة ستقودنا إلى اتهامات واتهامات متبادلة واتهامات مضادة وإلى آخره، لكن أعتقد أنه بهذا الطابع الشموس من التفكير أو الطابع الثنائي من التفكير نحن وهم وطابع الكراهية باتجاه نظام معين خلال الفترة الماضية، علي عبد الله صالح أعتبره أنه نظام استبدادي ونظام فاشي، ولكن لا يمكن أن نتحول إلى قضاة لمحاكمة هذا النظام بالمطلق وتجريد الأمور إلى والتحول إلى حكام نحكم فقط أحكام مجردة وأحكام سباقية بدون العودة إلى أي أحكام سباقية بشير، يعني هل الحكم هل الحكم بشير أعتذر عن المقاطعة، لكن هل الحكم على المخلوع صالح بأنه خائن للجمهورية وأنه امتداد لمشروع الإمامة هذه أحكام مسبقة؟ بالتأكيد أنا لم أقول هذا الشيء، لكن أعتقد أن عبد الله صالح لكنك اعتبرته جمهوري حقيقي بشير.
هو خان الجمهوريه بالتاكيد، وسلم الحوثيين، وسلم الحوثيين حصنه، وربما اشترك معهم في مؤامره لاسقاط النظام الجمهوري في صنعاء. وهذه خيانه لا يمكن غفرانها ولا يمكن التغاضي عنها، ولا اعتقد ان حتى داخل المؤتمر الشعبي يدركون هذه الحقيقه، داخل انصار المؤتمر الشعبي العام يدركون الحقيقه، هذه الحقيقه او هذه الاحداث التي جرت وعاصروها وعاشوها، وبالتالي ودفعوا ثمنها ايضا. يعني عبد الله صالح اكثر من دفع ثمن اخطائه وثمن مؤامراته وثمن حلفه مع الحوثيين دفعه انصاره في المؤتمر الشعبي العام. القطاع الاكبر من المؤتمر الشعبي العام يتمثل في القطاع المدني، الان هم بدون رواتب، بدون استحقاقات ماليه، بدون مستقبل، بدون افق. طيب بشير، لكن ايضا السؤال لم تجب على السؤال، على اي اساس عليه لهم ولابنائهم؟ نعم بشير، عبد الله صالح خان اول من خان اعضاء المؤتمر الشعبي العام، واعتقد انهم يدركون هذه الحقيقه، ولكنهم ايضا يدركون انهم في مأزق تاريخي. نعم، ولكن السؤال يعني في اجابه مختصره بشير، على اي اساس اذا اعتبرت بان صالح يمكن ان يكون منقذا ويمكن وصفه بالجمهوري، على اي اساس؟ عفوا لم اسمع السؤال جيدا. يعني هو كان سؤالي انت على اي اساس، انت وايضا يعني مجموعه ايضا من الكتاب او ما يمكن تسميتهم بالنخب، اعتبروا ان المخلوع صالح هو المنقذ للجمهوريه الان وانه يتمتع بخصال الجمهوريه، على اي اساس تطرحون هذا الطرح وتروجونه؟ اعتقد انه على بضوء رؤى واستبصارات الواقع خلال العامين، اعتقد انا اطرح فكره ان علي عبد الله صالح هو الواقع الموجود في صنعاء. نسوء بالي طبعا، انا برغماتي كشخص، انا برغماتي واميل لفكره ما هو الموجود على الارض، لا اميل علي عبد الله صالح هو القوه الموجوده على الارض والتي تمثل اختلاف عن الحوثي او عن المزاج الذي يريد فرضه الحوثي في صنعاء. واعتقد ان هذه احد ادوات مواجهه الحوثيين. اعتقد ان الحوثيين ارتكبوا خطا فادح جدا بالتحالف مع علي عبد الله صالح خلال الفتره الماضيه. الجميع بما فيهم الحوثيين خرجوا في ثوره ضد النظام الموجود في صنعاء او نظام صنعاء او نظام علي عبد الله صالح، واول من تنكر لاهداف الثوره التي خرجوا من اجلها هم الحوثيين، ارتكبوا خطا وسيدفعون الثمن هم عما قريب بتحالفهم مع علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح لم يكن راغبا في الحوثيين، شن عليهم 6 حروب وتحالف معهم المشترك، تحالفت معهم القوى التي تتهم اليوم من هم في الشارع انهم نكصوا عن مواجهه الحوثي، وانهم ايضا نكصوا عن مواجهه علي عبد الله صالح، كانوا في يوم من الايام مع الحوثي وفي خطا واحدا مع الحوثي والضامن مع الحوثي، وانا كنت احد الموجودين ايضا، ليس فقط كمراقب وانما كموجود في الشارع، واستطيع ان اشكل لي كثير من الاسماء سواء داخل الاصلاح او داخل الحزب الاشتراكي، وكانوا مؤيدين للحوثيين ولا زالوا مؤيدين للحوثيين وشاركوا في دعم الجماعه الحوثيه لاسقاط الدوله. طيب هذه المبررات ربما التي يعني غالبا يسوقها طرف الانقلاب او يستخدموها بشكل كبير بشير، انه هناك يعني قوى سياسيه ايضا شاركت في انهيار الدوله وسقوط العاصمه تحديدا، ووجود الان وجود المخلوع صالح الان كقوه ربما وحيده في صنعاء بمواجهه الحوثيين. استاذ معن، هل هي كافيه فعلا لاعاده الواجهه؟ في الواقع الموجود هو الشعب اليمني في المناطق الشمالية وفي المناطق الغربية. عدم رؤية المواطنين ورؤية مصالحهم الموضوعية وهمومهم الحقيقية والاكتفاء برؤية المجتمع من أعلى كقوى سياسية والاستسلام لميزان القوى الحاصل وليس الممكن فقط يدفعنا إلى التسليم بالأمر الواقع. هذا الأمر أيضا لا يكفي وغير ممكن، ولا يمكن أن يحل أي مشكلة، ولا يمكن أن يعيد استقرارا لم يكن أساسا النظام في اليمن مستقرا في أي وقت من الأوقات، فقط هو تسويق للأوهام. علي عبد الله صالح جزء من نظام قديم ثار الشعب عليه في فبراير 2011 ولم يكن يستطيع أن يدافع على نفسه. السؤال، لماذا يستطيع اليوم أن يحشد هذا العدد الكبير من الناس؟ الإجابة من وجهة نظري في جزء منها على الأقل في فشل القوى السياسية التي تصدرت لقيادة الثورة، في فشلها وإخفاقها وقبولها بالمساومات وأدائها التعيس في حكومة الوفاق ما سمي بحكومة الوفاق الوطني،
الخطاب الغير وطني الذي استخدمته بعض أطراف الخطاب الطائفي الذي استعدى والذي يعني عاد أبناء المناطق القبلية الشمالية الزيدية، الخطاب الغير وطني الذي وجدوها الناس في عدة مستويات، هذا ما دفع بشرائح كانت منخرطة في الثورة أما إلى الحياد وأما إلى العودة إلى مناصرات علي عبد الله صالح. لكن إضافة إلى أن الصراع الدولي والإقليمي من يعطي؟ نعم. تفضل أستاذ معن، لكن هناك من يختلف حول هذا الطرح وأنه يرى بأن هذه مبررات تخدم ربما المخلوع صالح وأتباعه، لأنهم بالأخير خرجوا معه في ظروف مختلفة تماما، لم تكن هذه المعطيات بالمجمل موجودة. هناك جماهير بنفس ربما الأعداد خرجت في عز 2011 عندما كان شباب آخرون يموتون من أجل بصدورهم العاري من أجل مطالب ومصالح هذا الشعب، كان أيضا صحيح. يخرج هؤلاء الأتباع وفي مناسبات أيضا أخرى، والآن والمخلوع أيضا يسقط الدولة ويساهم في إسقاط الجمهورية. خرجوا، يعني هذه ليست المناسبة الأولى، هم خرجوا منذ عام وأيضا منذ عامين، كيف يمكن أن نجمع بين هذه المتناقضة؟ هي أساسا الثورة لا تعني أن يقف الشعب بكله في طرف وفي الطرف الآخر الطاغية. الثورة تعبير عن وصول التناقضات الاجتماعية إلى أقصاها ووصول الانقسام الاجتماعي إلى حده الأقصى. هناك جمهور للأنظمة وهناك طبقة اجتماعية كانت مستفيدة وهناك قاعدة اجتماعية للنظام، هذا أمر لا شك فيه، لكن في الثورات هذه القاعدة الاجتماعية تتأكل ووحدة الطبقة المسيطرة تتمزق، ورأينا كثيرين من أنصار علي عبد الله صالح وأجزاء النظام الرئيسيين ينشقون عليه، وهذه علامة طبيعية في الثورات. المسألة أنه هذا الجمهور دائما متوفر، أي نظام لا يهيمن على المجتمع فقط بالوسائل الأمنية والقمعية، هو يهيمن أيديولوجيا وثقافيا، وهناك دائما شعبية للطغيان وللطغاة. أنا أتحدث عن موازين القوى في الشارع. طيب. من المؤكد أن علي عبد الله صالح لم يكن يستطيع أن يحشد هذه الحشود في 2011. نعم. كانت كل الساحات الثورية في كل المدن، حتى في المدن التي تشهد قبضة أمنية ومرعبة وليس لديها تقاليد كفاحية مثل الحديدة، ساحة الثورة كانت أكبر بكثير وكانت ساحات مستمرة. نحن نتحدث عن مظاهرة عابرة يتم التحشيد، وجزء طبعا من تحشيد علي عبد الله صالح هو تحشيد بالمال وعساكر ومشايخ يجلبون الناس من أربع جهات اليمن. أنا أعرف أن هذا جزء من المشهد لكنه ليس المشهد كله، لا 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 أتعامى عن طبيعة القوى والاجتماعية التي تساند علي عبد الله صالح. نعم. إذا بالنسبة لساحة الثورة، ملايين الناس نزلوا بإرادتهم وكانوا يواجهون الموت ولم يكونوا محميين ولم يكونوا ينزلوا ليوم أو يومين، نزلوا لشهور وأسابيع. نعم. الأمر مختلف تماما. نعم. أنا أريد بالتأكيد أن الأمر مختلف، والحديث ليس مفارقة بين ساحات التغيير وبين السبعين، لكن نتحدث دقيقة واحدة. تفضل. ما يميز الثورة المضادة أنها ليست مجرد قمع عادي، الثورة المضادة لديها كثير من سمات الثورة، بمعنى أن لديها جمهور وأنها تقوم بخطوات استثنائية وأنها تحظى بجماهير واسعة، وكل الأنظمة الفاشية والديكتاتورية كانت تحظى بجماهير كبيرة من ستالين وهتلر إلى صدام حسين إلى يعني هذا أمر طبيعي إلى معمر القذافي، هذا ليس الاستثناء. لكن المسألة في طبيعة المصالح الغالبة للشعب، في طبيعة المشاريع السياسية، الغالبية الشعبية ليست لديها مصالح في هذا النظام، ومن الوهم ومن الخطأ أن نقنعها بأن هذا الطاغية بما يمثل من مصالح اجتماعية بالقوى الاجتماعية التي تقف خلفه يمكن أن يكون جزء من الحل والتسويق له بدعوى أنه أقل سوءا من الحوثي وبأنه جمهوري وإلى آخر هذه الألفاظ التي أفرغت في الواقع من معناها. المسألة في طبيعة النظام الاجتماعي، المسألة ليست في الشعارات وكلمة ديمقراطية هنا وكلمة جمهورية هناك. علي عبد الله صالح ينتمي إلى نظام دولة سلطانية تنتمي إلى العصور الوسطى، سيطر بالجيش وأفسد المجتمع وهو يحكم بهذه الطريقة. نعم. كل الكلمات الأخرى ما هو كان يستخدمها، حتى فكرة الحزب المؤتمر الشعبي العام يعني حديثة وكأن هناك حزب وانتخابات وتعبير شعبي، بينما هو مجرد ذراع للسلطة وللمنتفعين. نعم. بدليل أن حتى أتباع المؤتمر لما يخرجوا لأي نعم.
نعم، بدليل ان يعني اتباع المؤتمر او افراد المؤتمر لم يخرجوا لي يعني مطالب شعبيه او لمطالب سياسيه الا بدعوه منه، يعني وكانه تاكيد لانه حزب صالح ليس اكثر. في الحديث الان عن الجمهور، ولم يرفعوا مطالب شعبيه. نعم، لم يرفعوا اي مطالب تتعلق بمصالحهم، لا بالحياه ولا بالصحه ولا بالرواتب ولا بالخبز ولا بالعمل ولا بالسلام. ولذلك كنا نتساءل نتساءل استاذ معي بهواجس علي عبد الله صالح الأمنية والعسكرية والسياسية. نعم، هنا نتساءل حول طبيعة الجمهور، جمهور المخلوع صالح الذي يروق للبعض تسميتهم بأتباع أستاذ بشير، أليس هذا الجمهور الذي وصف أيضا بأنه جمهوري هو نفسه الجمهور الذي يقاتل جنبا إلى جنب مع ميليشيا الحوثي في الجبهات؟ ويعني هنا يعني يمكن أن نتساءل كيف يمكن الفصل بين المخلوع صالح وبين جمهوره؟ نعم، هو بتصوري سؤال معقد للغايه، واعتقد انه لا يمكن ان يتظاهر بانني قادر على الفصل بين ميليشيات صالح والحوثي على مستوى الجماعات، على مستوى نضالهم ضد الدوله اليمنيه وايضا نضالهم المشترك في الدفع باسقاط الدوله اليمنيه وايضا بتبني موقف ثابت من عوده الشرعيه الى اليمن، لكن انا ممكن نتفهم ان الشرعيه ايضا ترتكب اخطاء خطيره. التنبؤ ايضا بسلوك صالح خلال سلوك صالح والحوثي خلال الفتره القادمه، لكن يمكن التنبؤ ايضا بان هناك مسار قادم مختلف عن ما شاهدناه خلال العامين الماضيين. اعتقد ان هناك فراق موضوعي وفراق منتقد، كان او على الاقل كنت انتظر هذا الفراق بين علي عبد الله صالح والحوثي، وهو الان يترجم على الارض بشكل واقعي وشكل طبيعي. بشير، انا كنت اسالك عن فصل بين المخلوع وجمهوره، ولا اتحدث عن المخلوع والميليشيا الحوثيه. على مستوى لا يمكن التفريق، جميع في الجماعات يشتركون والمقاومه ضد مشروع عودة دولة عبد ربه منصور هادي، ولكن أيضا هناك يجب أن نضع خطوط حمراء تحت دولة عبد ربه منصور هادي. هل هي الدولة المرتقبة؟ هل هي الدولة الحداثية؟ هل الدولة المدنية التي ينتظرها الجميع؟ أم هي عالم آخر من شكل تقليدي وشكل أي مرتقبة أو منتظرة وتعيش حالة من التطرف وحالة من الابعاد الدينيه الاكثر تطرفا من الحوثي وغيره، او هي موازيه على الاقل لتطرف الحوثي الديني والطائفي. اعتقد اننا امام مفارقات جديده، وهذه اسئله مهمه للغايه ولكن لا استطيع ان اجيب عليها. اعتقد انكم يمكن ان تجيبوا عليها بشكل ادق مني، او لست مستوعب لما يحدث الان، او فقدت بوصله الاتجاه، لاني ارى على المشهد الجميع متشابك، سواء الحوثي او الشرعيه او غيره، الجميع يرتكب الفساد، الجميع يرتكب النصب بحق المجتمع اليمني على المستوى السياسي والاجتماعي، الجميع يخدع، الجميع يكذب، الجميع ايضا. ومن داخل هذا الجميع استاذ بشير، ومن وسط هذا الجميع، كيف قررتم بأن صالح أو المخلوع صالح هو الأفضل داخل هذا المشهد الكبير؟ كان مقرر أن مشروع صالح هو الأفضل أو هو الأجمل. أنا واحد شاركوا في ثورة 2011 وخرجت ضد نظام علي عبد الله صالح، ولكن على المستوى المادي، على مستوى الأرض، على مستوى الوجود، يوم امس شاهدت حشود كبيره، وقبلها شاهدت الشرعيه لمده عامين. اعتقد ان هذه مؤشرات على ان هناك فشل ذريع للشرعيه، فشل لا يمكن التغاضي عنه او يمكن ان نتجاهله. ليست المساله فقط مصعد نرتبه صعودا وصولا بالمجان، بل هناك استحقاقات سياسيه واجتماعيه يجب ان نحاسب عليها الشرعيه، ويجب ان نحاسب عليها الممثل الشرعي لليمنيين. وهذا الممثل الشرعي اثبت فشله، اثبت عدم جدارته، اثبت عدم اصغائه لصوت اليمنيين، اثبت عدم مشاركته لليمنيين في طموحاتهم وامالهم. هل نستمر على مستوى هذا المستوى؟
نعم نعم بشير، دعني أتحول بهذا الطرح ربما في مجمله لك أستاذ معن. هناك من يرى بأنه هذا المنطق الذي نسمعه الآن من بشير ربما يجد له البعض مبررات بأنه يعني من الحشود الموجودة في الشارع ربما بسبب سياسة التجهيل والتجويع، ربما تتبنى هذا المنطق، لكن عندما يأتي هذا المنطق من قبل نخب سياسية كيف يمكن تفسيرها؟ والله المسألة تتعلق بالمصالح الاجتماعية والثقافة السياسية، لا لا ليس هنالك مسألة نخب وجماهير، هذه مجرد أيضا جزء من العدة اللغوية والثقافية للثقافة الرجعية السائدة. هناك مجتمع وهناك مصالح اجتماعية. طبعا بالنسبة لجماهير علي عبد الله صالح، جزء كبير من هذه الجماهير هي فئات شعبية فقيرة لديها مصلحة موضوعية في تجاوز نظام علي عبد الله صالح، ولديها مصلحة موضوعية في انتصار ثورة فبراير، لكن لم تجد التأطير السياسي وليس هنالك الخطاب السياسي القادر على إقناعه. فكرة أن هذه الجماهير مكتوبة باسم هذا الحزب ولا بهذا التنظيم هي أيضا تنتمي إلى العقلية العشائرية التي تعشعش في أذهان الناس. جزء من هؤلاء الذين هم الآن في ساحة، الذي كانوا بالبارحة في ساحة 70 ربما كانوا بالفعل في ساحة الثورة، وهذا يعكس أزمة الخطاب الثوري ويعكس أزمة القوى التي تصدرت لقيادة الثورة، لكن لا يعكس أنه علينا أن نعود يعني إلى ما قبل الثورة وإلى نظام علي عبد الله صالح وأن نصبح مؤيدين لما كنا نرفضه حتى قبل الثورة. هناك مسألة أخرى، يعني بؤس أداء حكومة الرئيس هادي وما يسمى بالشرعية، هذا أمر حقيقي لكن لا علاقة له بالترحيب ولا بالترويج لتسوية مع الحوثي وعلي عبد الله صالح أو لفكرة أن علي عبد الله صالح أفضل، هذا أمر غير صحيح. أول شيء جزء من بؤس هذه النخب أنها يعني جزء من أدوات وشركاء علي عبد الله صالح السابقين، والمسألة الأهم أن الشرعية لا تعبر على ثورة فبراير. ثورة فبراير مسألة أخرى تتعلق بالحراك الشعبي وبسقوط شرعية النظام السابق وبالمطالب الجماهيرية التي تتعلق بالحريات الأساسية وتتعلق بالخبز وبالعمل وبالكرامة وبالمساواة وانتهاء التمييز، وفي جانب تاريخي أيضا يتعلق باليمن خصوصا هو سقوط نظام هيمنة منطقة من البلد واستئثاره بالسلطة وتحويل بقية مناطق البلاد إلى مناطق محكومة، وهي تعشعش في الأسف الشديد حتى عندما يسمى بالنخبة أن هناك فئة أو منطقة هي أجدر بالحكم، وهناك يعني نوع من التغليف لهذه الفكرة البائسة والعنصرية مرات بفكرة الذكاء وفكرة الحيلة وفكرة ثقافة الحكم، وهي طبعا مجرد أوهام. هل يمكن القول يعني بناء على ما طرحت إذن يعني مجموعة معطيات محبطة للجماهير، يعني أداء ضعيف للشرعية وأيضا في مقابل عدم وجود حقيقي على الأرض، هل يمكن أن القول بأن الركون على جماهير شعبية يمكن أن تحدث تغييرا على الأرض بات مستحيل الآن أو صعب بسبب تحييد هذه الجماهير بشكل كبير؟ لا، على العكس، على العكس. الأمر الإيجابي في اليمن، أول شيء دعونا نلاحظ أن علي عبد الله صالح والحوثيين وحتى قبل ما يتدخل التحالف العربي والسعودية لم يكن الخضوع لهم كاملا، وكانت البؤر المقاومة قد تشكلت بما فيها داخل الجيش الوطني. شاهدنا اللواء يعني العميد المادي في تعز وقد قاد مجموعة من الضباط والعساكر في أول تمرد من داخل الجيش من داخل المؤسسة العسكرية. رأينا الصمود الاستثنائي لمدينة تعز التي لا يعرف عنها القتال، ليس في ريف تعز، نحن لا نتحدث لا عن ماوية ولا عن شرعب ولا عن شمير، نتحدث عن مدينة تعز، عن شارع جمال، عن الأشرفية، عن المستشفى الجمهوري، نتكلم عن المجتمع المدني الذي لا عمره ما عرف السلاح وقد استطاع أن يكسر عن جهية نخبة جيش علي عبد الله صالح والحرس الجمهوري والحرس الخاص والوحدات الخاصة التي دربتها إيران وحزب الله التابعة للحوثيين. رأينا المقاومة الباسلة في البيضاء وفي كل مكان. نعم دعني أتحول المقاومة الشعبية، أكمل جملة فقط. ما أعاق المقاومة الشعبية أن تتحول إلى حل كامل تتعلق بالرؤية السياسية للأحزاب للأسف الشديد الذي مثل ما هيمنت على ساحة الثورة هيمنت على قيادة المقاومة الشعبية وبضيق أفق جعلتها كسيحة ولم تعطيها الأفق السياسي ولا الاستقلالية التنظيمية والفكرية اللازمة.
نعم هنا ايضا اتحول سريعا للاستاذ بشير، اتمنى ان تجيب باختصار شديد، لماذا غابت هذه التضحيات التي تحدث عنها الاستاذ معن، المقاومه وحضورها او يعني استبسالها الان في تعز وفي مأرب وفي ايضا ما قدمه اليمنيون في الجنوب وغيرها من المحافظات في مواجهه المشروع الانقلابي، لماذا ذهبتم الى منقذ اخر خارج هذه الدائره التي لا زالت تنزف من اجل الجمهوريه؟ باختصار بشير. نعم أستاذة، أولا أسجل نقطة هامة وهي اعتراف معن دمايك هو الاعتراف الذي سجله عن عجز الرئيس هادي وشرعيته وبالتالي المقاومة التي بنينا عليها كل المرحلة القضية، وهو ما الناس وليس أنا شخصيا، لأن في النهاية أنا صحفي وكاتب وأعبر عن رأيي الخاص، وبالتالي هذه المجاميع الكبيره او الكبيره التي عبرت عن رفض ما يحدث او عن مدى يأسها وعدم املها بالشرعيه التي يسجل الجميع بما فيهم معن دمايك وربما انت وربما كل اليمنيين عجزها وفشلها، وايضا تواضع ما تقوم به على الارض تجاه خدمه الاهداف التي اعلنت عنها قبل عامين. لسنا مجتمع يمكن ان يحتمل كل شيء. نعم على اي حال بشير، يعني ادركنا الوقت بشير، يعني بطبيعه الحال الجماهير التي خرجت يوم امس لم يعني تظهر فيما رفعته من شعارات ما تحدثت انت عنه الان، لا هي ولا من دعا إلى هذا الحشد. أشكرك جزيل الشكر بشير عثمان الكاتب، كنت معنا من كوالالمبور، كما أشكر أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء الأستاذ معن دمايك كان معنا من تونس، وأشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحية منتج البرنامج كمال حيدر والطاقم الفني للبرنامج، إلى أن ألتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.